سفاح جديد بس المره دي في افريقيا وبالتحديد في كينيا. كولينز الجيميزي 33 سنه من سكان موكورو في جنوب العاصمه الكينيه. يلا احكي لكم حكايه. اللي حصل ان الشرطه الكينيه قبضت على القاتل المتسلسل ده بعد ما اكتشفت عدد كبير من الجثث في نيروبي. الغريبة ان مكان الجثث دي كان على بعد 100 متر بس من مقر الشرطة الكينية، يعني تقدر تقول كده ان السفاح ده هو ريا وسكينة القرن الواحد والعشرين. الشرطة قبضت عليه واعترف انه قتل 42 سيدة ما بينهم مراته، قتلهم قطعهم ما بين 2022 ل 2024، يعني كده خلاص الموضوع انتهى واتقبض عليه. المفاجأة انه قدر يهرب من السجن هو و12 واحد تاني. وحاليا الوضع ايه؟ كينيا كلها أطلقت حملة مطاردة واسعة بتدور على كولينز. كينيا كلها بتقول عليه أنه قاتل متسلسل مضطرب نفسياً وعقلياً. هنتابع معاكم كل ما يتعلق بقضية القاتل المتسلسل في كينيا. انتوا برضو قولونا رأيكم في الكومنتات، إيه رأيكم في موضوع القاتلة المتسلسل؟